حضنت دار عبد اللطيف بالجزائر العاصمه فعاليات او ورشات فنيه وحرفيه بمشاركه الاطفال من ذوي الهمم تلقوا من خلالها دروسا تطبيقية في تقنيات الفنون تشكيلية الزخرفة كذلك الموسيقى الى جانب ورشات لصناعة المنتجات التجميلية الطبيعية وستدوم الورشات على مدار اسبوع والتي ستختتم او تختتم بمعرض فني يتم من خلاله عرض الاعمال الفنية التي انتجها الاطفال التغطية لفلة ليل.

هنايا تطورت الجمعية دخلت في دم 2018 كحلت الجمعية دخلت مع ماما دخلنا في أول حاجة درنا ماو كوينغي صناعة الجلود جو مابال ناسي مولوتي جي فانتون جي تخافايا موزايك ماو و احنا نجيو مرتين في, في الاسبوع خاطرش دار عبد اللطيف هذا المكان الرائع والمريح مريح جدا يجيو يديروا عطاونا هذا لي سباس الورشات هذو لي من باسكو ضيق المكان في الشراكه خلانا نبحث على اماكن دي إسباس وين يكونوا بلوز يكونوا يخدموا براحه بارتياحيه اكثر نجيو سوش خطرات في السمانه لهنا لدار عبد اللطيف يوم الاثنين عندنا ورشه في الرسم ويوم الخميس عندنا ورشه في المواد التجميل الطبيعيه وصناعه الصابون دونك uh, كيفاش بداو هاد لي زاتوليي درنا Une exposition t'as l'artisanat, le mois du patrimoine, où parmi les artisans il y avait euh, une, une table t'as l'association artisanat et espoir. Donc t'es malit à nous les les personnes à, à besoin spécifique. Vraiment extraordinaire. les meubles, les khedma, la mosaïque, le cuir, euh, voilà la maroquinerie, le canage, la mosaïque, la peinture. Franchement. خدمه متقنه غراس الاخر المينيستير تاع لا كولتور كي نوزا بيرمي اللي عطات لنا كيما يقولوا فتحوا لنا البيبان باش نجيبوا ولادنا لهنا ومع لاخ كي نوزا مي اليز عطاونا لا سال عطاونا لي طابل عطاونا لومبلوا دو طون ومع لي مدام درعه ثاني اللي واقفه بزاف بزاف مع هاد الدراري هنا راهم يتعلموا لا مانيبيولاسيون بيديهم